ሰደቃ ለጀሃነም ለሳት ሒጃብ መከላከያ ነው። ከማ ፊ ልቡኻሪ ወሙስሊም አነ ነቢይ ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል نبياتين صلى الله عليه وسلم قالوا ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان كان انت مالكم ان ملم الله سبحانه وتعالى فتلفت ما يناغرو بهون انجي كولت ما لا استرغامي ساينور سبحان الله فينظر ايمن من كبستك انيو يسو سيملكت فلا يرى الا ما قدم ياسقدمو ملكام نغر انج لي لايم وينظر اشاممه ودغراو دمو سيملكت فلا يرى الا ما قدم كسراو نغر مطفو انج لي لايم ملكتم فينظر بين يديه فلا يرى الا النار كفيت لفيتو دغمو سيملكت ساتم بتشانو ميملكتو كزام نبيو اياهيزو يزچن سات متطبق ياتناغرو منالو فتقوا النار كزچ سات تطبقوا ولو بشق تمره بقراش تمر انكوا بتون بتمر كفاي انكوا بتون صدقه بمستت كزچ جهنم كزچ سات تطبقوا يلالو اذا صدقه حجاب كجهنم متطبق ياتشن مكلياتشن نو خامسا امستنيا صدقه خير اللي مسطن تكم الصدقه سبب لدخول الجنه لجنه مغبيه سبب الصدقه انها متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازه واعاده المريض في يوم واحد الا اوجبت لصاحبه الجنه اتشكو صدقه جنازان كمشنيت بشتنيان كمطيق كمصوم غا باند قلي كتغنيت لجنه مغبيا سببنا تيلالو كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نبيات صلى الله عليه وسلم صحابوش تسبسبو يالو عند تياقي يقرو من قالو من اصبح منكم اليوم صائما كان انت معكل زاري ما انه صومو يا نغا يوالالو قال ابو بكر ابو بكر الصديق من قال اني نني الله ملكتني على قال فمن تبع منكم اليوم جنازه زارك ان انت مال ما انه جنازه ني تكتله تكتله دو يشنينا يقبره قال ابو بكر الان ابو بكر الصديق من قال اني الله ملكتني على قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا زارك ان انت مال ما انه مسكين يمغبه قال ابو بكر ابو بكر من قال انا اني نني الله ملكتني أبوكر 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 سبحان الله قال فمن عاد منكم اليوم مريضا زاري بشتنيان كنا أنت مع الماني تيكا قال أبو بكر أبوكر صديق منالو أنا إني نيني الله ملكتني نبيات منالو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة እነዚህ ነገሮች እኮ ከአንድ ሰው ላይ በአንድ ቀን አይሰባሰቡም አላህ ስብሓነ ተዓላ ጀነት ያስገባው ቢሆን እንጂ ስብሓነክ ስለዚህ ሰደቃ ከነዚህ መስፈርቶች ውስጥ አንዱና ተጠቅሳለች رواه مسلم سادسا ستستنيا اخيرا لميسطني صدقه تكم يدعى من باب الصدقه يا سو صدقه بميبال بر انديطرا يوم القيامه يقال ان صاحبها يدعى من باب خاص من ابواب الجنه يقال له باب الصدقه جنه استثلاي بروتش አሉት ከነዛ በሮች ውስጥ አንዱ የصدقه بر ميبالال صدقام يا ابو سوتش ميغوبتن بزي بر تطرتو جنتي غبال يلالو كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره وصلنا في حديث لي نبياتش من يلالو فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه صلاتن كواستاكلو وقتو انطبقو ميسجدو سوتش انزي يا صلات بر ميبالا لجنه مغبيا بزا وستي يطرالو ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد يجهد دغمو جهاد ميابزا سوكونه يجهد بر ميبالاله بزا يغبالالو ومن كان من اهل الصيام دعيا من باب الريان صوم ابجي كونه دمو ريان ميبال برالله بزا بر تطرتو يغبال ومن كان من اهل الصدقه صدق ابجي كونه دمو دعيا من باب الصدقه صدق ميبال برالله جنت است الله يسعيني امبر بزا من غبابت الله يدرغن اللهم امين بزا بر يطرال اكلي نا بزي بر غبا يبالال سبحان الله ايه حديث سينجر هماچو كفتني هنا ابو بكر منالو فقال ابو بكر يا رسول الله يا الله ملكتني ويا لاچو فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها انت يا الله ملكتني ጉጉታቸው እንት መልከት የሶላት የሚያበዛ ሶላት በር ይጠራል ጾም የሚያበዛ በረያን በር ሶደቃ በሶደቃ በር ሲሉ ግን ያ አላህ መልክተኛ አለ አንድ ሰው በሁሉም በር ሊጠራ ይችላል አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዓም አወን ወአርጁ አንተኩነ ሚንሁ አንተ ከነዚህ ከሚጠሩ ሰዎች መሃል ትሆናለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ
علماءش من اليوم القيامة أبو بكر بهلهم بسمنتم يجنة بر الترال يصلاة بر لي أبو بكر نا يصدق بر لي أبو بكر نا سبحان الله الله كنزي كم يتأرط على حدر جن حديث رواه البخاري ومسلم إذن صدقة بدون عليها اللون ترفات ايتنال بأخرام اسكوني تكسنات شو ناتشو سكيت أرار جنيات شو أولا أن الله يضاعف للمتصدقين أجورهم الله سبحانه وتعالى صدقة لم يسطو سوش من دات شو نتف دربي عدر الله شو ثانيا هل التنيا الصدقة هي المال الباقي صدقة قري جنزب الصانة أنت قدم من دالكوت بقارد قماشو ستا قماشو متاسكرو يسد هوني وملكي عما يكرر له يبلح وادل